نرجع لها. ناصر من السعودية، تفضل يا ناصر. عليكم. حياك الله يا ناصر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي. أول شيء أحب أشكركم على برنامجكم الناجح، الله يجزاك خير. الله يتقبل منه ومنك. وأحب أعلنها من التلفزيون أن نحبك في الله يا شيخ خالد، ويعلم الله أن نحبك فيه. سؤالي ما ودي أطيل عليكم الشيخ، أنتم تكلمتوا الآن عن الحسد، فكيف الشخص يعالج نفسه من الحسد؟ فكيف الشخص يعالج نفسه من إذا هو محسود؟ إذا كان محسود. هو وهل الحسد هو نفسه العين؟ إذا إنسان يعني إيه نعم. فهل هل هل الشخص كيف يعالج نفسه من الحسد أو اللي حسد؟ وهل الحسد هو نفسه العين؟ طيب. وهل أذكار الصباح والمساء تكون كافية بأن الإنسان إن شاء الله يحصل نفسه منها؟ والله يجزاكم خير يا شيخ. بارك الله فيك وشكرا أخوي ناصر السعودية. عبد الرحمن ناصر من السعودية، كيف للشخص يعالج نفسه من الحسد أو العين في هذا الجانب؟ يعني وهل الحسد هو العين؟ تكرر سؤال في مسألة نعم كذلك الحسد والأخ محمد. العين نعم. الحسد لا يلزم منه العين، فكم من إنسان عنده قدرة على كم إنسان يمتلئ قلبه بالحسد على الآخر لكن ما تصيب عينه، فالعين أمر زائد حسد وزيادة، كراهية خير وزيادة على هذا اعتداء على الناس بإصابتهم بالعين والتعدي عليهم سواء في أنفسهم أو في أموالهم. أحسن فضيلة الشيخ. طيب هل أذكار الصبح والمساء تعين على بعد عن الحسد والعين؟ كثرة ذكر الله عموما سواء جميل. في الصباح والمساء دبر الصلوات وسائر ما إلى ذلك كله من أسباب التوقي ذكر للحسد. نعم عفوا فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة وجعلك مباركا أينما كنت وحيثما كنت.